ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے، 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا۔ اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں، چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تبھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں۔ جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں، مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ۔ قال ابو عبد الله نسبت الدور الى عقيل وتورة الدور وتباع وتشرى قال ابو عبد الله نسبت الدور الى عقيل وتورة الدور وتباع وتشترى
وبه قال حدثنا ابو الجمال قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا ابو سلمه ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد قدوم مكه منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بنا كنانه حيث تقاسموا على الكفر. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوداعي قال حدثني الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر يعني بذلك المحصبة. وذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الزحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله وبني المطلب أشبههم. باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس إلى قوله لعلهم يشكرون. باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام إلى قوله تعالى وأن الله بكل شيء عليم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها وبه قال حدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن ابي حفصه عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل ان يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبه فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه. وبه قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج تابعه أبار وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول وأكثر. قال أبو عبد الله سمع قتادة وعبد الله أبا سعيد رضي الله عنهم. باب كسوة الكعبة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة حا. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء ولا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما. باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغدو جيش الكعبة فيخسف بهم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود فأفحج قال إيه قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. باب ما ذكر في الحجر الأسود.
وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعه عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولد فلقيت بلال فسألتهما هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. باب الصلاة في الكعبة. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا دخل الكعبه مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي اخبره بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على احد باس ان يصلي في اي نواحي البيت شاء. باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهم يحج كثيرا ولا يدخل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عبد إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال له. باب من كبر في نواحي الكعبة. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبي أن يدخل البيت وفيه آلهة فأمر بها فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لقد يستقسم بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. باب كيف كان بدء الرمل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون أنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا البقاء عليهم. باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل 3. وبه قال حدثنا أسبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أطواف من 7. باب الرمل في الحج والعمرة. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك.
فاستلمه فاستلم فاستلمه ثم قال وما لنا للرمل انما كنا راينا به المشركين وقد اهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما تركت استلام هذين الركنين في شده ولا رخاء منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. باب استلام الركن بالمحجن. وبه قال حدثنا محمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهم قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجان تابعه الدراوردي عن ابن اخيه الزهري عن عمه. باب من لم يستلم الا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء انه قال ومن يتقي شيئا من البيت فكان معاويه يستلم الاركان. فقال ابن عباس انه لا نستلم هذين الركنين. فقال ليس شيء من البيت بمهجور. فكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين. باب تقبيل الحجر. وبه قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا برقاء وأخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك وما قبلتك. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وقال أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت فقال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وقال محمد بن يوسف في ربري ووجدت في كتاب أبي جعفر قال أبو عبد الله الزبير بن عدي كوفي والزبير بن عربي بصري. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء. باب التكبير عند الركن. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبره وتابعه إبراهيم بن تهمان عن خالد الحزائي. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وبه قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر مثله ثم حججت مع أبي الزبير فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة عن أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج بالعمرة أول ما يقدم الساعة ثلاثة طواف ومشى أربعة
ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياد عن عبيد الله نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. باب طواف النساء مع الرجال. وقال لعمر بن علي قام به قال حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرني عطان اذا منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. قلت بعد الحجاب او قبله. قال إيه لعمري لقد ادركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطهن الرجال؟ قال لم يكن يخالطهن، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهن. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا ام المؤمنين. قالت انطلقي عنك وابت يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت فقمن حين يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجابرة في جوف سبيل. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا مبردا. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس فأنت راكبة. وطوفت من وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. باب الكلام في الطواف. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووس أخبره عن النبي ابن أبناس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قد بيده. باب إذا رأى سيرا أو شيء يكره في الطواف قطعه. وبه قال حدثنا أبو عاصم من عن ابي جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يطوف بالكعبه بزمام او غيره فقطعه. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليثي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنهم ان اخبره ان ابا بكر الصديق بعثه في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكان إذا سلم يرجع إلى حيث قطي عليه فيبني ويذكر ونحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. باب طاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لسبوعه ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال اسماعيل بن أمية قلت لزهري عن إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنه أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله قال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. باب من لم
يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن ربعة عن زينب عن محمد عن ام سلمة رضي الله عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وبه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن زكريا الغساني قال هشام عن ربعة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة فاراد الخروج ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصلي حتى خرجت. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهم يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا وقد قال الله تعالى عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهم يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. فطاف عمر رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. وبه قال حدث الحسن بن عمر البصري وبه قال حدثنا يزيد بن رضيع عن حبيب عن أطقاء بن عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أن الناس طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي يقرأ فيها الصلاة قاموا يصلون. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس بعد وعند غروبها. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. وبه قال حدثنا قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. باب المريض يطوف راكبا. وبه قال حدثنا إسحاق الباسطي قال حدث خالد الحزان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلهما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده فكبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن ربذ عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قال شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرا والطور وكتاب مسطور. باب سقاية الحاج. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الأسود قال حدثنا أبو زمرد قال حدثنا عبيد الله قال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له. وبه قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني. فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسكون ويعلمون فيها. فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني آتقه وأشار إلى عاتقه. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان
اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال انس بن مالك رضي الله عنه ان كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وانا بمكه فنزل جبرائيل ففرج سدي ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بتست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فقال جبرائيل لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا قال جبرائيل وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال أخبرنا فزاري عن عاصم عن شعبي عن شأن ابن عباس رضي الله عنهم حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير باب طواف القارن وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه حد فليهل بالحج بالعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكة فقال هذه مكان عمرتك فقال عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وبه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب أن ابن عمر دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله ظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن يوحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال إنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء ثم قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا وأشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم يحل على من شيء حرم من شيء حرم منه ولم يحلق حتى ولم يقصر حتى كان يوم النهر فنحل وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن عمر رضي الله عنه كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الطواف على وضوئه وبه قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به طواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيت أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة فهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون قدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون قد رأيت أمي وخالتي حين يقدمان لا يبدأان بشيء أول من البيت يطوفان به ثم أنهما لا يحلان وقد أخبرتني أمي أنها أحلت حين هي وأختها والزبير وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروه سالت عائشه رضي الله عنها فقلت لها ارايت قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فوالله ما على احد جناح أن لا يتطوف بالصفا والمروة وقال بئس ما قلت يا ابن أخي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناط الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرونه أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل للمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله تعالى أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمعوا هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحربون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنه السعي من دار بني عباد إلى زفاف إلى ذقاق بني أبي حسين. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت للنافع أنا أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينان قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طعن عن ابن عباس رضي الله عنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وزاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطان عن ابن عباس رضي الله عنه مثله. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت
قدمت مكه وانا حائض ولم اطب بالبيت ولا بين الصفا والمروه قالت شكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حا وقال لي خليفه وبه قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء جابر بن عبد الله قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه بالحج وليس مع احد منهم حدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وقدم علي من اليمن ومعه حدي فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يجعلوها عمره ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الحدي فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقدر منيا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت من ما اهديت ولولا ان معي الهدي ولا احللت وحاضت عائشه فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وبه قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات قالت كنا نداوي الكلم ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل ألع إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عتية رضي الله عنها سألتها أو قالت سألناها قالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بيبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فقالت نعم بيبا فقالت لتخرج العواتق وذوات الخدود أو العواتق ذوات الخدود والحيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيد وحيد المصلى فقلت والحائض فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى وسئل عطاء عن المجابر أيلبى الحج فقال كان ابن عمر رضي الله عنه يلبي يوم التربية إذا صلى الظهر واستوي على راحلته وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التربية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج وقال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أهللنا من البطحاء فقال عبيد بن جرير لابن عمر رضي الله عنه رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التربية فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته باب أين يصلي الظهر في يوم التربية وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التربية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك وبه قال حدثنا علي قال سمي أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنس حا وبه قال حدثني إسماعيل وأبا بن قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التربية فلقيت أنس ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر قال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي باب الصلاة بمنى
وبه قال حدثني ابراهيم بن منذر قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان وقدر من خلافته. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر وركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. باب الصوم يوم عرفة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل قال رضي الله عنه قال شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا ولا ينكر عليه. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج عليه ملحفة معصفرة فقال يا ملك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال هذه الساعة. قال نعم. قال فأنذرني حتى أفيد على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. باب الوقوف على الدابة بعرفة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أم الفضل بنت الحارث أن أناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقداح لبن وهو واقف على بعير فشربه. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهم إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال ليس. وبه قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عن عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله رضي الله عنه كيف نصنع في الموقف يوم عرفة. فقال سالم إن كنت تريد سنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سالم هل يتبعون في ذلك إلا سنته. باب قصر الخطبة بعرفة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم لعبد الله بن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه حين زاغت أو زالت الشمس فصاخ عند فسطاته أين هذا. فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح. فقال الآن. قال نعم. فقال أنظرني أفض علي مان. فنزل ابن عمر حتى خرج فصال بيني وبين أبي. فقلت لو كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. باب التعجيل إلى الموقف.
قال ابو عبد الله يزاد في هذا الباب يزاد في هذا الباب هم هذا الحديث حديث مالك عن ابن شهاب ولكن يريد ان ادخل فيه غير معد باب الوقوف بعرفه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه قال قال كنت أطلب بعيرا لي حا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أمر سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلب يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه ها هنا وبه قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر قال حد عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم تعطه الحمص طاف بالبيت عريان وكان يفيد جماعة الناس من عرفات ويفيد الحمص من جمع قال وأخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيد من حيث أفاض الناس قال كانوا يفيدون من جمع فدفعوا إلى عرفات باب السير إذا دفع من عرفة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النسق قال هشام والنص فوق العنق قال أبو عبد الله فجوة متسع والجمع فجوات وفجاء وكذلك ركوة وركاء مناسق ليس حين فرار باب النزول بين عرفة وجمع وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله تصلي فقال الصلاة أمامك وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جبيرة عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتفضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه قال رضي الله عنه أنه قال رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أنا خف بال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع قال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإضافة إفاضته وإشارته إليهم بالصوت وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهم أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراه زجرا شديدا ضربا بالإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاء أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بين وفجرنا خلالهما نهرا بينهما باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد عن رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب بالا ثم توضأ ولم يسبق الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبق ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما
باب من جمع بينهما ولم يتطوع. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحد منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحد منهما. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. باب من أذن وأقام لكل واحد منهما. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا وهيب بن زهير وقال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجل فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم ذهب بعشاء فتعشى ثم أمر أرى فأذن وأقام. قال عمرو ولا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتها صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين ينزع الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. وبه قال حدثنا يحيى بن بكين قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. وبه قال حدثني علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهم يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عبد الله قال مولى أسماء عن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاهما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعون. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن أبيه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثابتة فأذن لها. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلاح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بقيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به
باب متى يصلي الفجر بجمع. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثني ابي قال اخبرنا الاعمش قال حدثني عماره عن عبد الرحمن عن عبد الله قال رايت ثم قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل قال عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله الى مكه قال قدمنا جمعا ثم فصلى الصلاتين كل صلاه وحدها باذان واقامه والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقال يقول لم يطلع الفجر. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أفاض سنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. باب متى يدفع من جمع. وبه قال حدثنا حجاج من هال قال حدثنا شعبة بن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنهم صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركون كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم فاض قبل أن تطلع الشمس. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي جمرة العقبة والارتداف في السير. وبه قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثني ابن جرير عن عطاء عن ابي عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمره. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا بأن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي عباس رضي الله عنه ان اسامه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج إلى قوله حاضر المسجد الحرام. وبه قال حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة ومتقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة وعمرة متقبلة وحج مبرور. باب ركوب البدن لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها إلى قوله وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها القانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غنى أو فقير. شعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعتيق عتقه من الجبابرة يقال وجبت ساقطت إلى الأرض منه وجبت الشمس. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه فقال اركبها ويلك في الثانيه او في الثالثه. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن شعبه قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه فقال اركبها ثلاثا. باب من ساق البدنة معه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وكيل عن ابن شهاب بن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة للحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهل فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتع بالعمرة للحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من اشترى الهدي من الطريق. وبه قال حدثنا ابو النعم قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال عبد الله بن عمر لابيه اقم فاني لا امنها ان تصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. ثم قال خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال وما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم مكة فطاف لهما طواف واحد فلم يحل حتى أحل منهما جميعا. باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع وكان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وأشعره وأحرم بالعمرة. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأحداها وما حرم عليه شيء كان أحل له. باب فتل القلائد للبدن والبقر. وبه قال حدثنا مسد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي ولا أحل حتى أحل من الحج. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وقال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله
الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم باب إشعار البدن. وقال عروة عن مسور رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على هدي وأشعره وأحرم بالعمرة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد القلائد بيده. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشه رضي الله عنها ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشه رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتلت فقلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي. باب تقليد الغنم. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما حا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهلها حلالا. وبه قال حدثنا أبو النعم قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود حتى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. باب القلائد من العهن. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عمرو عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. باب تقليد النعل. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى أعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنها عن رضي الله عنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساري النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة وعن عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهم لا يشك من الجلال إلا موضع السنان وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو تمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في أهد ابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يسقط دوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمرة
حتى كان بظاهر البيضاء ما قال ما شان قال ما شان الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حين قدم فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النهر فحلق ونهر ورأى قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشیل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں شکریہ